أي حكومة جديدة رح تصير هون يعني بيكون حلو إذا ممكن تتخلى عن تكاليف معينة وتستثمر وتحط أموال على مبادرة اللي ممكن تخليني أنقضها شوية أقل. لا لا تواني مش منيح لإلي أقل شغل غلاء معيشة وهيك بدنا نترزق. تعرفوا شو؟ انسوا ما تحطوا 350 مليون اللي ممكن تلاقوهم بسهولة لحل المشكلة. بدي منظمين. 350 مليون شيكل من ميزانية الدولة رح يضمنوا الأمن الغذائي للأسر المحتاجة بإسرائيل. المرشحات والمرشحون للكنيست اوعدوا ووقوفوا.